يأتي تنظيم هذا الملتقى الوطني الموسوم بالدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول في سياق جيوسياسي دولي وإقليمي يتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات، ما يجعل استشراف تطورها المستقبلي صعبا للغاية، خصوصا مع احتدام التنافس بين القوى الحالية والصاعدة من أجل بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على موارد وثروات دول الجنوب في تجاهل تام للتداعيات الوخيمة المحتملة على الأمن الدولي والإقليمي، ودون الاكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك على حق الشعوب النامية في التمتع بالأمن والسلم والعيش. يهدف هذا الملتقى الذي يتناول بالدراسة والتحليل أحد أخطار أشكال الحروب على وعي الشعوب واستقرار الأوطان، إلى إبراز وإدراك الخطورة الاستراتيجية لما قد يحاك ضد بلادنا باستعمال التقنيات المرتبطة بالحروب من الجيل الخامس، على غرار الممارسات الخبيثة التي تعتمدها في الآونة الأخيرة الأطراف الحاقدة على الجزائر بسبب ثباتها على مواقفها وقرارها السيد ومسانداتها للقضية العادلة في العالم. وفي هذا الصدد بالذات، ومن أجل كسب مختلف الرهانات التنموية التي بشرتها بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فإنه يتعين تضافر جهود كافة الفاعلين الوطنيين من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنخب والمواطنين بكل فئاتهم من أجل تعزيز الاستقرار النسقي للدولة والتصدي بكل فعالية ونجاعة لمختلف العدائيات المحتملة. إذن متابعينا الكرام، كما سمعتم تهريج جديد وتصريحات خزعبلاتية جديدة من بوال الأركان شنقريحة اللي دار مؤتمر وشنو سماه حروب العقول. حروب العقول وتصريحات ديالو كلها كيعني فيها على المغرب، كيتهم المغرب بأنه يشن حروب العقول على حضيرة الجزائر. أنا بغيت نفهم بعدها هنا واحد النقطة، فين عندكم شي عقل نتوما يا مسخة الوالدين باش نديروا معكم حروب العقول؟ فين عندكم شي عقل بعدا باش ديروا هذا المصطلح ديال حروب العقول؟ فيما كنجيو نناقشوا معكم شي واحد كنلقاوه معاق ذهني، متخلف عقليا وذهنيا، فمن سابع المستحيلات على أنه يكون عندكم عقول، لأنه لو كان عندكم عقول بعدا كون ركزوا على الفضيحة اللي عندكم في ولاية سيارة الماء. ما كاينش ولاية بأكملها مليون ديال البشر ما عندوش الماء تقطع عليهم الماء، كون مشيتوا ركزوا على هذا المشكل هذا بلاص ما تبقاو تسمعنيو على المغرب وتحاولوا على أنكم تلقوا التصريحات باش تسمعنيو فيها على المغرب. هنا قبل ما ندخل في التفاصيل الأخرى متابعينا الكرام، لاحظوا هذيك الخريطة اللي كانت وراء شنقريحة، هذيك الخريطة اللي دارها مشى قسم خريطة ديال المغرب، دار العالم ديال المغرب الفوق والعالم ديال البوليزاريو لتحت، ده العالم ديال الخرقة ديال مرتزقات البوليزاريو في الأقاليم الجنوبية المغربية. زعما راه هذيك جمهورية القياطن والعجاج، مع العلم أن جمهورية القياطن والعجاج هي قائمة فعلا، لكن في تندوف علاش كتبغيو تغيروا الحقائق اللي هي موضوعة على أرض الواقع؟ الواقع شنو كيقول؟ كيقول بأن الأقاليم الجنوبية مغربية، بغيتي ولا كراتي، سواء شنقريحة سواء غير شنقريحة، شكون ما كان الأقاليم الجنوبية هي مغربية، الصحراء هي مغربية، بغيتو ولا كرهتو. فهذيك القضية ديال أنك تقطع الخريطة ودير الخرقة ديال البوليزاريو لتحت والآخر، هذيك من 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 الحركات البائسة اللي كتحس فيها حالة اليأس والبؤس اللي وصل لها نظام حضارة الجزائر.
لكن نبقاو في التصريحات ديال شنقريحة، التصريحات الخزعبلاتية. قال لك حروب العقول، وبدا كيعني على المغرب بأنه يشن هذا النوع من الحروب وحروب الجيل الخامس على نظام حاضرة الجزائر، على زريبة الفقاقير، وهنا يتحدث يقصد المغاربة في موقع التواصل الاجتماعي، لأنه على المستوى الرسمي حنا ما كنشوفوش الدولة المغربية تشن حملات إعلامية ضد حاضرة الجزائر، بل نرى مغاربة عاديين في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي عنده قناة في اليوتيوب، اللي عنده صفحة في الفيسبوك، اللي عنده حساب في تويتر، كلهم كيتطوعوا من تلقاء أنفسهم، ما كيخلصهم حد، ما كيعطيهم فلوس حد، وكيدافعوا على بلادهم. إلا كانوا هاد المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي خلاو قائد الأركان في الدولة القارة كما كيسميوها في تقاشر إفريقيا على انه يخرج يدير ندوه ومؤتمر ويجمع قاده ديال الجيش، ها، ويسمي الندوه بحروب العقول، وبدا يتهم في المغرب بانه يخطط وكذا وما عرف شنو، فهذا دليل على ان ما نقوم به في مواقع التواصل الاجتماعي يصيب النظام الجزائري في مقتل. ما نقوم به في مواقع التواصل الاجتماعي يصفع نظام حاضرة الجزائر ويفضحه، بدليل ان حتى ما يسمى برئيس الجمهوريه في حاضرة الجزائر كيرد علينا، رئيس الجمهورية كيرد علينا، قائد الأركان كيرد علينا. إذا حنا ولينا قوة ضاربة فعلا، المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا قوة ضاربة كيهزوا الأركان ديال هذا الكيان الهش اللي هو حضيرة الجزائر. وإلا ما تفسيركم أن قائد الأركان يخرج يتكلم علينا ويمعني علينا، وما يسمى برئيس الجمهورية كيرد علينا في التصريحات ديالو؟ ما معنى هادشي؟ معنى هادشي أننا وصلنا لكم العظم، معنى هادشي أننا واحلين لكم في الحلاقم، معنى هادشي اننا فضحناكم واننا اوجعناكم واننا اصبناكم في مقتل، وانكم ما لقيتوش كيفاش ديروا باش تواجهونا. استعملتم اسلوب الكذب والتزوير والفبركه ونشر الاشاعات والاكاذيب وما الى ذلك، ما صدقاتش معنا، كنفضحوكم ليل نهار، في كل ساعه كنفضحوكم. حاولتوا على انكم تغريو يعني بعض الاشخاص بالفلوس وكذا، وصدوا القنوات ديالكم ونعطيكم وكذا والروينه، ما حتى واحد ما داها فيكم. عملتوا السينيال والذباب الالكتروني والتبليغات، ومشيتوا الاداره ديال اليوتيوب والاداره ديال تويتر، وما حاولتوا ديروا اللي في جهدكم، ما قضيتوا معنا والو. حاولتوا تغلقوا لنا القنوات والصفحات وما والو. شنو بقى لكم؟ بقى لكم ان قائد الاركان يخرج يبكي في التصريحات، في مثل هذه التصريحات اللي استمعنا اليها في بدايه الفيديو. هادشي اللي كاين، ما قدرتوش علينا، اعترفوا بهذا، اعترفوا بالهزيمة، اعترفوا بأنكم ما قدرتوش تواجهوا المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا فعلا هو الذي حصل وهو الذي موجود على أرض الواقع. ففاش كيخرج قائد الأركان ديال الجيش، عباد الله، جيش ورئيس الجمهورية ديال الدولة كيخرج كيتكلم علينا، فمن حقنا أن نتفاخر، من حقنا أننا يعني يعجبنا الحال أن هذا الكيان الهش نوضنا فيه الزلزال، أن هذا الكيان الهش فضحناه ورونناه بهذا المعنى هذا، وخليناهم على أنهم دائما يدخلوا في نوبات من السعار. وهادشي كامل علاج، لأن الجانب الرسمي في المغرب ساكت، الجانب الرسمي في المغرب خدام، ما ملتفتش، وهذه بالتعليمات بطبيعة الحال من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما كاينش مسؤول في المغرب جالس كيتكلم على مساخط الوالدين. وحرفت ليهم، حرفت ليهم مع مغاربه مواطنون مغاربه عاديين في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على هشاشه هذه الزريبه وهذه الحظيره. متابعينا الكرام، بغيت نعرف الاراء ديالكم في التعليقات، ثم اراكم في فيديو قادم.